أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: بعض الناس يصنع لنفسه عيد مولد في كل سنة، فإذا قلنا له إن هذه بدعة قال: أنا لا أتعبد الله بهذا العيد، أي أنه لا يظهر على هذا أثر التعبد، فهل قوله صحيح وكيف نجيب عليه؟ اسأله عن معنى العيد. معنى العيد ما هو؟ معنى العيد هو الذي يعود ويتكرر، تكرر السنة أو الشهر أو الأسبوع، هذا هو معنى العيد. وليس لأهل الإسلام إلا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. أما أعياد الموالد وأعياد الجلوس وأعياد الجلاء وأعياد وأعياد، هذه لا أصل لها في الإسلام، هذه من أعياد الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر وانتصر في سائر المغازي التي غزاها، والمسلمون انتصروا في الفتوحات ولا أقاموا أعيادا، سموها أعياد النصر، ما أقاموا أعيادا لهذا، لأنهم يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لهم خلفاء ولهم ملوك ما كانوا يقيمون لهم موالد لملوكهم، ما كانوا يقيمون لهم موالد، لأن الإسلام لا يجيز هذا، هذا من عمل الأعاجم ومن عمل أهل الجاهلية، فالمسلمون يترفعون عن هذه الأمور ويقتصرون على ما أعطاهم الله، وهو عيد الفطر الذي هو بعد أداء ركن الصيام، وعيد الأضحى الذي هو بعد أداء ركن الحج، شكراً لله عز وجل. نعم.